دلوقتي هنتكلم عن الحاجه اللي بتصعب عليك الوقوف في الميه. ناس كتير لما تيجي تطلب منها انها تعلمك ازاي تقف في الميه يقول لك اعمل برجلك كده زي ما تكون سايق عجله. طبعا الحركه دي او الكلمه دي غلط جدا، لان الموضوع ببساطه خالص ان انت علشان تقف وترفع جسمك لفوق الحاجه الوحيده اللي انت المفروض تعملها انك تضرب الميه لتحت. انما حركه الدراجه عيبها في ايه؟ ان الناس لما بتيجي تسوق الدراجه رجلها بتبقى عامله كده، بينزل كده وبعدين يرجع لورا مع البدال وبعدين يطلع كده. طبعا الحركه وانت نازل دي بتطلعك لفوق كويس، لما الحركه وانت راجع دي ملهاش اي لازمه. فبالتالي وانت بتحرك رجلك زي الدراجه وبترجع كده لورا مفيش اي دفع للميه لتحت، بالتالي جسمك ما بيطلعش لفوق فبالتالي جسمك بيصرف. انما ببساطه انا بضرب رجلي لتحت بالشكل ده، ادي ايدي اهي مرفوعه بضرب برجلي لتحت. تاخد بقى اي شكل، تاخد شكل عجله ما تاخد شكل عجله، ما تركزش في كده، ركز ان انت تضرب الميه لتحت وتكون رجلك مفتوحه بقدر الامكان.